بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنبدأ مع بعض سلسلة جديدة في القناة، وهي سلسلة التقنية. التقنية هي عبارة عن أجهزة، برامج، أدوات، أي حاجة ممكن تساعدك تسهل عليك حياتك. طبعا مش هطول في المقدمة، هاي السلسلة هتتنوع ما بين أجهزة، ما بين برامج في الكمبيوتر، ما بين تطبيقات في الجوال، ما بين أي حاجة. وهذه هي البداية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنشوف مع بعض طريقة تقوية إشارة الواي فاي في البيت. أغلب الناس عندها نفس المشكلة، مشكلة ضعف الإشارة. بكون المودم محطوط في مكان والإشارة ما بتغطي كل البيت. المودم موجود في الصالة، ما بيغطي غرف النوم، ما بيغطي المجالس، في حوش، في فيلا، في دور، في دورين. كتير الأسباب، لكن المشكلة واحدة، إشارة الواي فاي ضعيفة. حل المشكلة مع هذا الجهاز. هذا الجهاز اللي هو لينكسس AC750 الواي فاي اكسس بوينت، او في ناس بتسميه اكستندر موسع الشبكة. هنفتح الصندوق مع بعض ونشوف الجهاز، ونشوف اعداداته، ونشوف كيف هنستخدمه، ونشوف الفرق. يعني هحاول انا ابين لكم مثلا مكان معين في البيت كده بدون الجهاز هذا ومع الجهاز هذا، ونشوف الفرق كيف الواي فاي اختلف قوة الإرسال. حنشوف مع بعض الخطوات، تابعوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الكرتون. كتالوج التعريف. هذا هو الجهاز، بس هو الأسهل. هذا الجهاز ده احنا شايفين بسيط، وفي 3 عروس، وهنا السيريال نمبر. طيب، اول خطوة هنعملها عشان نعرف الجهاز، هنروح نشبك الجهاز في الكهرباء. اول حاجة عملناها شبكنا الجهاز في الكهرباء، وزي ما شايفين بدأ ينور العلامة هذه الخضراء. هنروح على الكمبيوتر عشان نعمل الاعدادات. تمام، هنيجي الان للكمبيوتر ونعمل نفتح صفحة جديدة. اول حاجة هنيجي هنا لل طيب هغير انا التصوير، هخلي سكرين شوت لللابتوب احسن يمكن من تصوير الفيديو. تابعوا معي. طبعا هنا هنكتب ab.linksys.com، نضغط اوكي. هيفتح معنا هذه الصفحة. هذه الصفحة خاصة باعدادات الاكستندر اللي عندي. هنبدأ نقول بسم الله من هنا ستارت. هنا هنكتب اللي هو ايش، الادمن. الباسورد يستحسن تخليه ادمن. هنا مرة تانية وحكتبه برضو هنا، اذا بينفع خليه ادمن. اضغط سيف. هنا بيقول في طلع الاختيارين هنا، as a wired range extender او انه as a wireless range extender. يعني لو انت عندك المودم وشبكته بسلك، قادر انك انت تشبك الاكستندر هذا بسلك، فانت هتختار الاختيار الاول. لو المكانين بعيدين عن بعض وما حتقدر تمد سلك بينهم، هتضطر تختار الاختيار الثاني اللي هو wireless range extender. هنختار من هنا زي ما احنا شايفين الشكل، انه بدون اسلاك. هنا بدون اسلاك، وهنا الاسلاك. هنختار next. وهنا قاعد هو بيدور على الشبكات الموجودة. هنختار الشبكة الأولى اللي اسمها رشاد. هنا هو لو انت حابب تحط باسورد لها، يستحسن تحط نفس الباسورد الموجود في نفس الواي فاي الأصلية اللي عندك. نختار next. طيب
الجهاز هذا فيه خاصية حلوة اللي هو الدول نتورك. طيب هذا الاوبشن معناه ايش؟ انه الجهاز فيه ميزة حلوة اللي هي الدول نتورك. دول نتورك بمعنى انك انت بامكانك تعمل اكستند لشبكتين. الشبكة الاولى مثلا لو افترضنا عندك الياف، عندك دي سي ال في البيت، هذه الشبكة الاولى. الشبكة الثانية لو عندك انت مودم، مثلا مودم صغير كده في شريحة بيانات 4G مثلا، انت حابب تعمل اكستند للشبكتين اللي عندك، فانت بتختار من هنا الشبكه الثانيه. الشبكه الثانيه 5 جيجا هرز، يعني بمعنى اللي هو غالبا حتكون شريحه، ما حتكون الياف مثلا، حيكون حاجه زي كده الى تردد معين. فانت بامكانك من هنا تختار اي دونت نيد سكند نتورك، اللي هو مش محتاج، انا شبكه واحده اللي انا حابب اعمل لها اكستند. وزي ما احنا شايفين من هنا حيصير اسمها رشاد اكستند، اللي هو الشبكه الجديده بنفس الباسورد تقريبا، او انت لو حابب باسورد تاني هنختار نكست من هنا. طيب في الصفحة هذه هنشوف مع بعض كيف احنا بامكاننا نعرف المكان الكويس لهذا الاكستندر. ممكن انا احط لكم رابط لبرنامج في الجوال تشغله وتمشي بالجوال انت في البيت، تتنقل يقول لك انه هذا المكان انسب مكان، اللي هو لا كتير قريب من المودم بالتالي انت ما استفاد من الاكستندر، ولا انت كتير بعيد بالتالي ما قدر يلقط الواي فاي كويس عشان يرجع يعمل لها توسعة. بس في هذه الصفحة بس هي وظيفتها انك انت تعرف انك انت قريب او بعيد، بتحددها طبعا بالبرنامج او بالتجربة. ممكن تجرب تحط هنا وتشوف النتائج كيف صارت معك. زي ما احنا شايفين كده بعد ما خلصنا اعدادات صارت اللمبة ضاوية باللون الاخضر وثابتة ما بتتحرك، وبالتالي كده دليل انه خلاص اكتملت الاعدادات والجهاز صار موصل انترنت وقادر يوسع شبكة الانترنت. طيب هنشوف مع بعض الان، انا شابك على الواي فاي الاساسية بدون الاكستندر، وهنشوف مع بعض نعمل اللي هو سبيد تيست. هذه الأرقام اللي ظهرت معي. طيب والآن شبكنا على الواي فاي الجديدة اللي عملناها بالإكستندر، وحنشوف السبيد تيست. بسم الله. هذه الأرقام اللي ظهرت معي. وبكده تقريبا نكون انتهينا من شرح طريقة تقوية الواي فاي في البيت باستخدام هذا الجهاز الـ AC750 الواي فاي اكستندر. إن شاء الله تكون الطريقة سهلة ما فيها صعوبة إن شاء الله، وإذا فيها أي مشاكل راسلوني بنحلها مع بعض وبنتواصل إن شاء الله. إذا استفدت من المقطع وعجبك لا تنسى لايك وشير وسبسكرايب، هو هذا الدعم الوحيد اللي الواحد محتاجه. يعطيكم العافية.